لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام لإصلاح الإنسان كله وبنائه من جميع جوانب حياته، في جانب العقيدة والعمل والسلوك والخلق ونظم الحياة والدولة والمجتمع. أرسل الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين ليبنى الإنسان المؤمن الصالح الذي يصلح أيضا في الأرض ويسعى لخيرها، وإنه لأصعب بناء ذلك الإنسان، كما أنه أتى ليهدم الفساد والشر الذي في داخل الإنسان الذي يمنع صلاحه ويمنع خيره. ولذا كانت سؤال النبي صلى الله عليه وسلم دائما الخير واستعاذته من الشر. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. وكما حرم الله عز وجل الكفر والشرك والنفاق وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم مقدما على كل شيء، حيث قال لابن مسعود لما سأله أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أي؟ قال أولا أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنجد
التحذير من الكفر والنفاق والشرك بالله في جانب الاعتقاد، كما نجد التحذير من الفسوق وسيء الأخلاق في جانب العمل، كما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه العظيم الجامع: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والكفر والفقر والشرك والشك والنفاق والفسوق والشقاق وسيء الأخلاق والرياء والسمعة والقسوة والغفلة والذلة والعيلة والمسكنة والعمى والصمم والبكم والبرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. فاستعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من الفسوق، وهو وإن كان يستعمل في الفسوق الأكبر الذي هو الخروج عن الملة بالكلية، فإن أغلب استعماله في الفسوق الذي يجامع أصل الدين والإيمان، فيقال المؤمن الفاسق أو ناقص الإيمان أو الفاسق الملي الذي لا يخرج من الملة ولا يخلد في النار. فأما الفسق الأكبر فقد قال سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال: إن المنافقين هم الفاسقون. فهذا الفسوق الذي يخرج الإنسان، لأنه بمعنى الخروج عن ملة الإسلام بالكفر والعياذ بالله والشرك بالله والإباء والاستكبار عن أمر الله والشك والتكذيب لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن الفسوق أكثر استعماله في من هو داخل الملة، فيقال هذا شخص فاسق، كما قال الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ولذلك كان هذا الوصف للقاذف، مع أن عقوبته أقل من عقوبة الزاني، فهذا يجلد 80 والزاني يجلد 100، فدل ذلك على أن هذا الفسوق أشد من ذاك. ولذا كان الفسق عند أكثر أهل العلم هو ارتكاب الكبيرة، وكذا عند عامتهم الإصرار على الصغيرة، والكبيرة هي التي ختمت بجنة أو بنار يتوعد عليها أو جعل عليها حد في الآخرة، أو ورد أن الله سمى فاعلها فاسقا، أو الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهو في الفسوق الأصغر والكفر الأصغر، إلا أن يستحل هذا أو ذاك. فسب المسلم كبيرة من الكبائر، وذلك إذا كان بغير حق وبخلاف شرع الله سبحانه وتعالى. أما تسمية من ارتكب الكبائر فاسقا، هذا ليس بسب مذموم، وأخطر من ذلك اللعن، وأخطر من ذلك التكفير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن أخاه، ولعن المؤمن كقتله، وقوله لأخيه يا كافر كقتله. فهذا يدلك على عظم هذه الذنوب. والإصرار على الصغيرة يلحقها بالكبيرة، لقول الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم
ولم يصروا على ما ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فجعل الله عز وجل من صفة أهل الإيمان الذين يدخلون الجنة أنهم لا يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، فدل ذلك على أن من أصر على ما فعل فهو ليس موعودا بالجنة، ومن لم يكن كذلك فهو متوعد بالنار. والإصرار معناه على معان، منها أن يعزم على العودة إلى الصغيرة وإن ارتكبها مرة، أو أن يعزم على العودة إلى الذنب ولو ارتكبه مرة واحدة. وكذلك من يتكرر منه ذلك لكنه دون تحقيق توبة. وأما التكرار مع وجود التوبة فيما بين الذنب والذنب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا قال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال يقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم يذنب العبد ذنبا آخر فيقول: ربي قد أذنبت ذنبا فاغفره لي، فيقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. فيقول في الثالثة: ربي قد أذنبت ذنبا فاغفره لي، فيقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. أي ما طالما ما زال على هذه المجاهدة، طالما بقي يجاهد نفسه، يقع فيقوم، يذنب فيستغفر ويتوب. والمقصود بالاستغفار استغفار مقرون بتوبة بندم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. وهو يستلزم أن يعزم ألا يعود، فإن نقض عزمه وفعل عاد إلى التوبة. إذا ظل على هذا، لو لقي الله تائبا غفر له ما سبق من ذنبه. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: قال ابن آدم: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فكمال التوحيد يستلزم توحيد القلب الذي هو أداء أعمال القلوب كلها، عبادة الله بأعمال القلوب والتي منها التوبة. فإن الله عز وجل قال: ومن لم يتب فأولئك هم الفاسقون. فليس إلا أن يكون الإنسان تائبا أو ظالما. فمن لم يتب فهو ظالم. لذلك كان الإصرار على الذنوب ولو كانت صغائر تفسق صاحبها، تخرجه عن الإيمان الواجب الذي يستحق به دخول الجنة لأول وهلة دون أن يعذب في النار، وينجو من على الصراط وينجو من عذاب القبر طالما حقق ما وجب عليه. وأما الفاسق الذي هو من داخل ملة الإسلام فإنه يستحق دخول النار إذا غلبت سيئاته على حسناته، ولم يغفر له لا بتوبة ولا بمصائب مكفرة ولا بحسنات ماحية ولا بشفاعة، ولا أنه أصيب في قبره بأنواع من العذاب، فهذا يستحق دخول النار يوم القيامة. ولكن هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الاستعاذة من الفسوق والاستعاذة من سيء الأخلاق.
وسيئ الأخلاق. وكان في دعاء قيام الليل منه صلى الله عليه وسلم: فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهديني اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي فاعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فهذا يدلنا على الاقتران بين الفسوق وسيء الأخلاق وبين الإيمان وحسن الأخلاق. فالأخلاق مرآة الإيمان في الباطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. وقال: إن من أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال لمعاذ في وصيته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فحسن الخلق شيء هين، وجه منبسط، وكلام لين. حسن الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. فهو أن تلقى أخاك بوجه منبسط، فهذا في الأفعال، وبالتأكيد لن تعمل سيء الأخلاق معه، بأن إذا كان أن تقبض إليه وجهك ليس من البر ولا من حسن الخلق. قبض الوجه من سوء الخلق، العبوس في وجه المؤمن الذي لم يستحق ذلك من سوء الخلق. فبالأولى لا يمتد لسانك إليه بأذى، ولا تمتد يدك إليه بأذى. حسن الخلق عفة لسان، حفظ فرج، غض بصر وحفظ فرج، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، نصحا للأمة وحبا للخير لها، وحرصا على مصالح دينها ودنياها. حسن الخلق صدق حديث، وأداء أمانة، ووفاء بوعد، وعدل في الخصومة. كما أن سوء الخلق كاذب في الحديث، وإخلاف للوعد، ونقض للعهد، وغدر به، وفجور في الخصومة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النفاق الأصغر كما بينا قبل، قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. حسن الخلق بر والدين وصلة رحم، وإحسان إلى جار بل إلى الجيران، وإحسان إلى من تعاملهم. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فالله سبحانه وتعالى إذا أمرنا بالإحسان إلى المماليك، إذا أمرنا بالإحسان إلى من تلقاه ربما مرة في العمر، ابن السبيل، المار الذي يقول لك أنا محتاج، وربما كان صادقا وربما كان كاذبا، لكن أمرك بالإحسان إليه وهي لحظات. وكذا الصاحب بالجنب، فإنه على وجه في التفسير الذي يكون بجنبك، وهذا يبتدئ
من المرأة التي تكون بجنب الإنسان مدة طويلة من الزمان، أو الرفيق في السفر وهو الذي ربما جلست معه ساعة أو ساعتين أو ثلاث، الذي يكون بجوارك في القطار أو في السيارة السفر، لست بصحبة طويلة معه، أمرت بالإحسان إليه. انظر إلى حسن الخلق لتعلم فضله، وانظر إلى سوءه، فإن مضادة الإحسان في هذه العشرة هو من سوء الخلق، وأولها الشرك بالله الذي هو سوء الخلق مع الله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. فحسن الخلق الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والذي يترتب عليه صلاح الإنسان هو مرآة الإيمان في قلبه. لا يعرف الإيمان بالاطلاع على القلوب، لأنها لله عز وجل. هل شققت عن قلبه لتعلم أقالها أم لا؟ إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس، لكن الإناء ينضح بما فيه. لذلك كان النفاق يظهر من خلال الأعمال، ولذا كان آية المنافق علامته سوء الخلق الذي هو فيه. عقوق الوالدين سوء خلق، قطيعة الأرحام سوء خلق، الإساءة إلى الجيران سوء خلق، الإساءة إلى الزوجة سوء خلق. بل أقرب أو أكبر شيء يظهر فيه حسن الخلق مع الزوجة والأهل والأولاد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولا تجد النزاعات داخل البيت إلا بسبب سوء الخلق، إلا بسبب الشتم والسب والضرب غير المشروع، كمن يكسر عظما أو يشق جلدا أو يحدث شينا، يعني الضرب الذي يترك أثرا على الجلد ويبقى أزرق أو أحمر أو أخضر، فإن ذلك من سوء الخلق. خلق الإنسان يظهر في بيته أكثر ظهور، سوء الخلق بالسب والشتم يدمر نفسية الأولاد، خصوصا إذا كانت النزاعات أمامهم. فاحذروا إخوة الإسلام أن يكون أي نزاع يظهر بين الوالدين للأولاد، لو حتى أردت أن تعاقب فليكن ذلك بعيدا. لا تسقط أمهم لا تسقط منزلتها في قلوبهم، ولا بد أن يظل منزلة الأم معظمة، أنت تأمرهم بذلك وهي تأمرهم ببر الأب كذلك. ولا يمكن أن يحصل ذلك مع سوء الخلق، مع الشتم بالليل والنهار والنزاع المستمر ورفع الصوت والصدام الدائم على كل شيء. يترتب على ذلك إنشاء قساة القلوب بدلا من لين القلوب الرؤوفين الرحيمين بمن حولهم من الناس. إن من حسن الخلق المأمور به العفو عن الناس والإصلاح بينهم، وإن من سوء الخلق معاقبتهم بأكثر مما يستحقون، بل ترك العفو والاستقصاء للحق أحيانا يكون من سوء الخلق. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما استقصى كريم حقه قط، ما استقصى كريم حقه قط. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يغفر الله له يوم القيامة قد استحق النار، قال: إني كنت أنظر المعسر، إني كنت أنظر الموسر، أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر. وقال عز وجل في كتابه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولا شك أن هذا واجب ليس إكراما، يعني أن من ثبت إعساره فيجب إنظاره ولا تجوز عقوبته. ولذا من كان له إيصال أمانة أو شيك أو نحو ذلك بحق وعلم أن الطرف الآخر معسر، فإنه لا يجوز له أن يطالبه به أو أن يعرضه للعقوبة بالحبس أو غيره طالما كان معسرا، إذا علم ذلك وثبت له الأمر. وإنما يحل العقوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته.
ومع ذلك فالعفو والصفح والتجاوز عن الناس أولى أن يتجاوز الله عنا. هذا الرجل الذي يقول: يا رب كنت أعامل الناس وأداينهم، فكنت أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر، فقال الله: قال الله: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. فتجاوز، وأعظم هذا التجاوز التجاوز في الأعراض، لا أعني الزنا والفرج، فإن ذلك مجمع على تحريمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة ديوث. وإنما المقصود به أن تعفو عمن اغتابك أو نم بينك وبين الناس، فإن النميمة من أعظم سوء الخلق، وأن تعفو عن ذلك، تعفو عن من سبك، تتصدق بعرضك، فإن ذلك من أعظم ما ينفع العبد عند الله يوم القيامة. لذلك حسن الخلق فيه إصلاح بين الناس. لا خير، قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وكما ذكر أهل العلم قول أن وروي حديثا مرفوعا وروي موقوفا على بعض الصحابة: البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. وكذلك البر، وكذلك البر كف الأذى وبذل الندى واحتمال الأذى. كف الأذى أن تكف أذاك عن الناس، لا تؤذيهم لا بيد ولا بلسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وبذل الندى بذل الفضل والزيادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل فليعد به على من لا فضل له. من كان له ظهر ما من كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال له. من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. حتى عدد أنواعا. قال الصحابة: فما فرأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. وذلك من أحسن الأخلاق، ومنع الفضل من أسوأ الأخلاق. وكف الأذى وبذل الندى واحتمال الأذى، وهذه درجة أرفع، أن تحتمل الأذى. قال الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. وقال عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. فمن دفع الإساءة بالإحسان والعفو والصفح، وزاد ذلك الدعاء لمن أساء إليه، فهذا أقرب الناس إلى أهل الخير والصلاح. قال الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لما نزلت، كان أبو بكر هو المقصود، لما قذف مصطح ابنته عائشة وبرأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، حلف أبو بكر أن لا ينفق على مصطح. كان من أهل بدر، وكان مسكينا، وكان له قرابة، فأنزل الله هذه الآية. فقال أبو بكر: بلى، أنا أحب أن يغفر الله لي. فعاد إلى الإحسان على مصطح كما كان. فأحسنوا إخوة الإسلام، واحذروا سوء الخلق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.